وصلنا إلى وقت العربية نت لهذا اليوم. ينضم إلينا في الاستوديو الزميل مصطفى أجبيلي من فريق العربية نت. صباح الخير مصطفى. صباح النور. أهلا وسهلا. وخلينا هالمرة بدل ما نتحدث أو نبدأ ببعض الأخبار نتحدث شوي عن الموقع باللغة الإنجليزية وإن كان هناك تحديث أو تطوير على الموقع. صحيح، الموقع الإنجليزي في الشهور القليلة الماضية عرف عملية تطوير شاملة من حيث الشكل ومن حيث المضمون أيضا. فالموقع من حيث الشكل أصبح يتوفر على أقسام متنوعة جدا، وفي شمولية في تغطية الأخبار أخبار الشرق الأوسط وحتى الأخبار العالمية ذات الاهتمام الغربي والاهتمام واهتمام القراء في المنطقة العربية. فالموقع يحتوي على أقسام اقتصادية، أقسام سياسية، على صفحات مختصة في متابعة الشؤون والتطورات الأحداث في تونس، في مصر، في اليمن، في سوريا، يعني في الدول التي تعرف ثورات شعبية. هناك صفحات متخصصة لمتابعة التطورات في هذه الدول، وهناك أيضا أقسام زي ما تفضلت قبل شوي في الاقتصاد، في الرياضة. هناك أيضا شيء مهم جدا في الموقع الجديد في الموقع الإنجليزي للعربية، وهو قناة تلفزيونية إلكترونية في الموقع. أيوة. الويب تي في، التي تعرض مختارات من برامج قناة العربية وتقدمها على الموقع باللغة الإنجليزية. فالمتابع الغربي الذي لا يستطيع مثلا أن لا يفهم العربية، أيوة، الذي لا يفهم العربي ولا يستطيع أن يتابع برامج قناة العربية يستطيع أن يتابعها بالإنجليزي عبر الموقع وأن يعرف أكثر. فكرة ممتازة بالفعل. خلينا ننتقل لموضوع آخر، الموضوع اللي استخدمناه في العناوين: ممثلان سوريان بيعرضوا مسرحية داخل السجن بعد اعتقالهم في مظاهرة. طبعا الممثلان التوأمان السوريان أحمد ومحمد ملص ارتجل مسرحية داخل معتقل خلال 4 أيام التي قضوها داخل المعتقل. هما اعتقلا خلال مشاركتهما في مظاهرة للمثقفين السوريين في حي الميدان بدمشق. وداخل المعتقل ارتجلا هذه المسرحية. أيوة. وتعاطيا في المسرحية لموضوع الطائفية في سوريا. وانتقد بشكل أكيد هزلي وكوميدي ما يروج في بعض الوسائل الإعلام السورية على أن هذه الأحداث ممكن أن تؤدي إلى يعني التفاصيل موجودة على الموقع. خلينا نلحق بس لأنه معنا دقيقة. تفضل. لحق الخبر الأخير برضو لأنه مهم. من بعد ما كان الفيسبوك يخوف، هلأ صار بيخاف من جوجل، وبيحضر الترويج لمشروع جوجل الجديد اللي هو جوجل بلس. صحيح، هو جوجل يسعى إلى منافسة الفيسبوك كأكبر موقع اجتماعي. ففي خلال 10 الأيام الأولى من تغطية جوجل بلس استحوذ على تقريبا 10 ملايين مشترك. فهو جوجل يحاول خلال 10 أيام الأولى أثار أو استحوذ على 10 ملايين مشترك. فأكيد من البديهي أن يتخوف فيسبوك من منافسة جوجل بلس، يعني كشركة عملاقة ضخمة، يعني ممكن أن فيقال أنه حظر حساب أحد المستخدمين لأنه روج لجوجل فحضروا له الأكاونت تاعه. بالضبط، ها جوجل منافس إلى فيسبوك. فلا نعرف، يجوز بعد سنة نصير كلياتنا على جوجل بلس مش على فيسبوك. ممكن. شكرا جزيلا لك زميل مصطفى جبيلي من فريق العربية. أهلا وسهلا. شكرا مصطفى. أهلا وسهلا.